شكرا جزيلا لكم. أريد أيضا أن أشكر سيد شكري هنا في بروكسل. وكما سمعنا الخطابين نحن نبدأ عصر ذهبي من علاقات مصر والاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن مصر أثبتت كونها شريك ثابت ويعتمد عليه بالفعل في المنطقة، والتي منطقة تواجه الكثير من التحديات، وفي هذه العلاقة أيضا تحتوي الكثير على الفرص. فرص لدينا ناقشناها وفرص اتفقنا عليها لتعميقها واستخدامها والاستمتاع واستغلالها على الأكمل. اتفقنا أن في الوقت الحالي المنطقة الأزمات في المنطقة كبيرة وحاسمة للغاية. نحن مقتنعين أن ازدهار واستقرار وسلام مصر هو أهم شيء لأوروبا، وأنا مسرور لرؤية ذلك. أننا نساهم ليس فقط في ذلك، ولكن لبناء معا شيء حتى أكثر ثباتا. ومن خلال تعاوننا في آخر عدة سنوات وضعنا أساس المرحلة الجديدة لشراكتنا وشراكة العميقة والشاملة التي نأمل توقيعها سريعا جدا جدا مع مصر. والآن نتحدث عن الآن وزير شكري ذكر بالفعل أننا تناولنا الكثير من القضايا. أريد فقط أن أذكر بعضا من العناوين التي تناولناها. ناقشنا نجاح خطة الاقتصاد وهي استثمار 9 مليار دولار في مصر في الغذاء والطاقة ولأي اقتصاد مستدام. ونحن فخورون للغاية أن من ضمن 9 مليار دولار التي خصصناها بالفعل قمنا بتخصيص 5.5 مليار للاستثمار في مصر. وإذا نظرنا للوقت المستخدم هذه جيدة، نتيجة جيدة جدا منذ 2021، ونحن الآن في بداية 2024، وهذا بالفعل يشجعنا للعمل بجد أكبر لإنهاء كل الاستثمارات في خطة الاستثمارات الاقتصادية. وأيضا هذا يتبع أن علاقات الاقتصادية والاستثمارات كبيرة، والمؤتمرات في مصر في هذا الفصل ليس فقط توفر فرص مشتركة لتعزيز الاقتصاد، ولكن أيضا تولد فائدة كبيرة، وهذا ما نتطلع لرفعه في بتوقعات كبيرة، لأن الاتحاد الأوروبي طور من نفسه لأن يكون المستثمر الأول في مصر. شركات الاتحاد الأوروبي استثمرت 32 من التمويل مخزون التمويل المباشر في مصر، لكن نحن ليس فقط متواجدون ولكن أيضا نقدم جزء كبير من محرك الاقتصاد في مصر. ونحن أيضا فخورين أن نكون أول شريك تجاري لمصر ب70% من التجارة التي تقوم بها مصر. وأيضا ناقشنا الطاقة والعلاقات الثلاثية بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل، فذكرت التفاهم التي أوصلت دفعة كبيرة جدا من الطاقة لأوروبا، وهذا ساعد أوروبا لتنويع طرق من عثور على طريقة أخرى من الغاز الروسي بالنسبة لمستلزمات الغاز. أعتقد هذا نجاح آخر بالفعل بدأنا العمل عليه، وهذا أيضا
حقق منافع مباشرة للمواطن الأوروبي. أيضا ناقشنا المستقبل بتعاوننا في مجال الطاقة التي سأقول هو أحد أكبر الاحتمال القوى في مصر، لأن مصر تستطيع أن تصبح ليس فقط مزود معتمد للغاز ولكن أيضا مصدر معتمد عليه للطاقة المتجددة. لهذا السبب نحن أكدنا من جانبنا على أهمية القرارات التي اتخذناها لإعطاء لبدء المشروع ولبدء المنفعة المتبادلة لمشروع غريكي، وهو كابل عميق للكهرباء بين مصر وأوروبا، وهذا سينشئ فرصة عمل وأيضا فرصة تمويل كبيرة لهذا المشروع. نحن نرى أن هذا المشروع سيكون الأول من نوعه مع مصر، ولكن أيضا على المنطقة الأكبر. نحن متشاركون مع تونس في هذا الاستثمار من هذا النوع مع جورجيا، لكن الإمكانيات التي لدى مصر هي من الصعب تلبيتها. لذا نحن متحمسون جدا ليس فقط للعمل على هذا المشروع ولكن العمل على مثيله أيضا. وأيضا تحدثنا عن الهجرة وكنا نتعاون عن كثب جدا وضاعفنا جهودنا، ونحن يجب أن نثمن بالعمل الكبير الذي قامت به مصر على قدم وساق، وهذا لم يبدأ فقط البارحة ولكن كان معنا منذ بدأ معنا منذ الحرب في سوريا. ومصر هي مستضيفة لمجتمع كبير من اللاجئين ليس فقط، وهذا شيء يتحدث عنه فقط القليل، ولكن أتمنى أن يعلم أكثر المزيد عن هذا الأمر. لذا سنعمل أكثر عن هذا الأمر، وما نعمل عليه أيضا هو حماية الحدود ومكافحة المهربين، وأيضا نريد أيضا العمل ليس فقط العمل ولكن على رفع دعم زيادة عملنا. ومن المهم أن نرى أن أول وأحد استثمارات أكبر استثمارات في حماية الحدود في طريقها من فرنسا إلى مصر، وبالفعل هذا يحقق يوصل هذا التعاون للجميع وجعله ظاهر. هذه فقط العناوين الرئيسية على ما نعمل عليها. أعتقد من السهل أن نرى لماذا نحتاج أن نمضي قدما للمستوى التالي، وهو علاقة مخصصة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي شراكة نريد أن ننشئها قريبا جدا جدا. نأمل أن الشهر القادم نأمل أن نحصل على الأضواء الخضراء من كل أعضائنا أعضاء الدول ونبدأ بالتنفيذ والتوقيع قريبا. بالطبع هذا التعاون سيبنى على قواعد قوية من المنفعة المتبادلة، العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، الاستثمار والسياسة، التنقل والرأسمال الأمني. فقط هذه هي القطاعات الرئيسية. أريد أن أؤكد على السيد على مرازير شكري لسبب وجودنا هنا، هو لإنشاء الشراكة على تأسيس قوي ولتناول التحديات الكبرى، لأننا نريد أن تكون مصر على جانبنا في تحدياتنا الأكبر. شكرا جزيلا لكم.